البيت الشيعي. الميليشيات الوقحة ترحب، واتشارنا يتساءلون عن البيت العراقي. بالمعارك الفاصلة الطرف المحاصر غالباً يفكر بعملية مباغتة حتى يخلص نفسه، ومرات يلجأ لرمز مقدس يستجمع بيه أتباعه. وهي صايرة بالتاريخ، يا من رفعت رايات وقمصان مقدسة لهزيمة خصم كافر. التفاصيل باختصار، قبل أيام السيد مقتدى دعا لترميم البيت الشيعي عقائدياً بسبب التعدي الوقح على الله ودينه من قبل ثلة صبيان مثل ما قال، وطالب بتوقيع ميثاق شرف بين القوى الشيعية. الدعوة قوبلت ببرود بالبداية، لكن بعدين وافقت عليها العصائب والكتائب وتحمس لها العبادي لغرض في نفس يعقوب، بينما تيار الحكمة رفضها. أما نور المالكي فخلى الباب مفتوح وذكر باللجنة السباعية اللي تضم رموز البيت الشيعي، وقال بعدها موجودة، وكأنه موافق بس مو تحت راية الصدر. السؤال هو ليش الدعوة الآن؟ هل العقيدة بخطر؟ لو القصة هي عملية تسخين عقائدية لمعركة انتخابية ضد اتشارنا. شباب تشرين يقولون نعم، رفع قميص العقيدة والطائفة هم المقصودين بيها، كونهم ملحدين وما ملتزمين بالمنظومة الشرعية. أما إحياء روح الطائفة الآن فهو مجرد التفاف على المزاج الوطني اللي يعم الشارع الآن ويهد قواعد اللعبة القديمة، ممكن يأثر بقوة على نتائج الانتخابات. طيب شنو الدليل؟ شنو الدليل على أن الدعوة جاءت للحفاظ على النظام السياسي والقواعد القديمة؟ الدليل أنه أطراف معادية للتيار الصدري مثل العصائب تحمسوا لها، ناهيك عن الكتائب والنصر وموافقة المالك الضمنية. واضح أنه اللي يجمعهم هو خصم مشترك، خصم تمثل باتشارنا، لكن بالحقيقة هو يشمل مزاج شارع بأكمله. اتشارنا شنو؟ اتشارنا مجرد معبرين عن الشارع، وما دام احنا بمعركة فاصلة بدأت طبولها مبكرا فضروري نشوف الأسلحة المضادة اللي لازم ينحسب لها حساب. مرجعية النجف مثلا، هل تصمت مرجعية النجف عن إعادة الأمور للمربع الأول؟ مربع الطائفة والدين واستخدام الرموز المقدسة؟ لا نظن ذلك، لأنه هذا يتعارض مع أجندة النجف الواضحة بهالخصوص. النجف ما تتدخل بشكل مباشر صحيح، بس صعب تسكت وترفع الراية البيضة وهي اللي بح صوتها للخروج من عباءة الطوائف وإصلاح النظام السياسي. من اللي بهذا المعسكر ولازم ينحسب الحساب أيضا؟ مصطفى الكاظمي، الحكمة، اتشارنا أيضا، دول أطراف ممكن يسوون مثلث سياسي بأجندة واضحة واحدة رغم الاختلافات الجزئية بينهم. وهنا ضروري ننتبه لشيء مهم، دعوة ترميم البيت الشيعي خطيرة، وحركة التفاف على مزاج الشارع نعم، بس بالمقابل راح تكون مفيدة للخصوم،
لأنها تشعرهم بالخطر وتضطرهم للإسراع بتكوين تحالف مضاد. الكل فعل ردة فعل يا جماعة، ورفع قميص الطائفة راح يحرض الخصم على رفع قميص آخر. إذا كان ذاك أخضر فهذا متوقع يكون بألوان متعددة. خلاصة شنو؟ خلاصة غريبة. قبل كانوا يخوفونا بالرجوع للمربع الأول إذا انهارت العملية السياسية. هسه شنو صار؟ هسه اكتشفنا إنه استمرار العملية السياسية بنفس قواعدها هي المربع الأول. هي المربع الأول اللي يريدوننا نبقى به وما نغادر أبداً. ويا لها من مفارقة. حياكم الله. تحية طيبة لكم أعزائي المشاهدين، وأرحب بضيفي دكتور غسان العطية الكاتب والمحلل السياسي. على ما يبدو دكتور غسان الحلقة اليوم أنا وياك فقط، لأن أستاذ فلاح الخفاج النائب عن ائتلاف النصر والسيد بهاء الدين نوري النائب والمتحدث باسم ائتلاف دولة القانون ربما عندهم شيء بالتوقيت أو كذا. عموما هم متأخرين يقولون إحنا قريبين. واحد من الأصدقاء يقول لعد شلون بيت شيعة راح يصير إذا ما ملتزمين بالموعد. عموما خلينا أسألك على البيت الشيعي، أنت مقتنع ممكن يعاد البيت الشيعي دكتور غسان؟ أولا أحب أشكرك وأشكر يو تي في، وحقيقة تمثل موجة جديدة عسى أن يستمع لها. شكرا لك. النقطة الأولى حتى أبدأ بها، سأقرب هذه حتى تقرأها وتعرف ماذا قال غسان العطية. أي في عام في تموز 95، وأنا ذاك معارض ساكن في بريطانيا وأموالي محجوزة بالعراق وغير ذلك ودمي هدر، وبالمناسبة هذا ما تعرضت إليه في العهد الملكي وفي عهد قاسم وفي عهد البعثيين 63 و68، وحتى في عهد المالكي اتهمت بالإرهاب، أربع إرهاب وطرد من العراق. الفكر في عالمنا العربي والعراقي بالذات لا ينع ولا يعيش، لابد أن يهاجر. في هذه المقالة في عام 95 العنوانها أرى العراق طويل الليل بين نظام غاشم ومصالح دولية أنانية ومعارضات فاشلة، ضاع العراق. تموز 95. هذه أعطيك ملخصها. أنا ذاك بالتسعينات تصدى أحد المعارضين ذات الصلة القريبة بواشنطن وبدأ يطرح كلمة البيت الشيعي، اللي هو أنا ذاك دكتور أحمد شلبي المرحوم الله يرحمه، والتف الكثير. يعني بواشنطن طرح قصة البيت الشيعي أحمد الشلبي؟ لا، طرحها في لندن وطرحها في واشنطن. وشكلوا باسم البيت الشيعي، التفت عناصر مختلفة، وهذا كان هناك آنذاك هناك من وقف ضد ذلك. وللإنصاف يعني ليس كل شيعي وافق على ذلك. الدكتور أياد علاوي رفضها، أنا رفضتها وعشرات رفضوها، لكن بالنهاية دغدغت العواطف الطائفية هي أرخص سلاح لكسب المشاعر الشعبوية باسم المظلومية. هذا هو التاريخ. الآن وصلوا للحكم بمساعدة الأمريكان. بس خلي أستوقفك هنا، أحمد الشلبي طرح البيت الشيعي بالخمسة وتسعين في واشنطن وفي لندن. بال95. نعم. من هم طرحوا كلمة البيت الشيعي وبدأوا يتحركون وعقدوا مؤتمر في فيينا
وحضروا بعض المعارضين. من الأطراف اللي وافقت عليها دكتور؟ أكو أطراف رفضتها، أنت ودكتور أياد، من اللي قبلها؟ لا، قبلوها كثير من العناصر قبلت، بس لم يدخلوا تحت زعامة الشلبي، ولكن كانوا مؤيدين لها. هذا الطرح مع الأسف صدر من شخص يدعي الليبرالية والديمقراطية والعلمانية. الآن هذه التجربة جربت، وبالمناسبة بدون ما أذكر اسمه لأن ما أريد، أحد الأشخاص الآن هو وزير كان مؤمن بالبيت الشيعي، ولكنه الآن أكثر واحد ضد كلمة البيت الشيعي، أي استفاد من تجربته وأدرك خطأها. الآن نرجع مرة ثانية، كان الشعار المتظاهرين ب 2003 و4 و5 بين أوساط الجنوب نريد حاكم جعفري. الآن هاي بال 91 هاي بال 91 لا لا بالانتفاضة 91 ماكو ولي إلا علي يريد حاكم جعفري. وكذلك في 2003 و4 زين، لكن الآن انتفاضة الجنوب، انتفاضة بغداد، الشعار رفعوه نريد وطن، أي لا يوفر الخير والخبز والسعادة للمواطن أن يأتيك فاسد جعفري. وللعلم تاريخنا السياسي الإسلامي من بعد وفاة الرسول كل صراع السلطة، ليس هناك إلا تغطية الصراع السلطة بعباءات. آل قريش حاربوا النبي، اضطر يهاجر، ولكن بوفاته وتركوه 3 أيام مسجى ما حد معتني به، راحوا يتصارعوا على من سيخلفه، وتدري منه خلفه من كانوا يحاربوا؟ آل قريش. ومن يختلف مع قريش تدري سموهم خوارج، كما الآن من يختلف مع الإسلاميين شيعة أو سنة يسموهم جوكريا. السؤال من جاء بهؤلاء للحكم غير اللي يسموهم جوكرية؟ من كان متحالف مع الولايات المتحدة غير الطرف الشيعي الإسلامي والطرف الشيعي السني الإسلامي والكرد؟ الخطأ الخطيئة الأمريكية، وأنا أنتقل إلى نقطة أخرى للمواطن حتى يعرف تاريخه كيف وصلنا له الحالة، أن الولايات المتحدة بالبداية لم تكن مهتمة مكتفية بالحصار كما هي مكتفية الآن بحصار إيران، زين. لكن بمجيء بوش الابن وحادثة 11 سبتمبر وسقوطها في البنايات في نيويورك تغير رأسا باتجاه إسقاط النظام، ليس تغيير إسقاطه، ولجأ إلى العراقيين. من هم العراقيين اللي كان لهم وجود خارج العراق؟ لأن خطيئة النظام السابق طيب. حرم العراق من معارضة وطنية تعيش في أرضه، كان الموجودين شيعة سنة أكراد. طيب من يمثل الشيعة؟ حزب الدعوة. من يمثل السنة؟ الإخوة المسلمين. من يمثل الأكراد؟ المرحوم جلال ومسعود. هذه الصيغة التي جابت البلاء لبلدنا. الآن بكلمة واحدة رحم الله اختلاف أمتي رحمة. فعلا اختلاف الأحزاب الطائفية رحمة. لا هسه خلي أرجع للدعوة اللي ذكرتها، أنه الآن الدعوة للوطن، قبل كانت الدعوة لحاكم مذهبي، الآن الدعوة للوطن. هذه الدعوة، دعوة الوطن، يصفوها أنه هي فسوق أو خروج عن المذهب أو غير ذلك، مو مثل ما تحدث أنه هي تطور، لا بالعكس هي يعني خروج عن المذهب. هذا كلامهم صحيح، هذا ما يؤمنوا به كل التيارات الإسلامية شيعة وسنة، تقول ليس هناك وطن أرض معينة، وإنما هناك انتماء لأمة. فأنت الآن المتشددين الإسلاميين اللي يذهبوا لأوروبا هم مضطهدين في بلادهم المسلمة، يذهبوا لأوروبا يريدوا يغيروا أوروبا ويريدوا يسووها إسلاميا. هذا اللي تحول عمليا إلى نقمة، لم تستقبل دولة إسلامية المضطهد المسلم العربي على الإطلاق،
وإنما من استقبلهم المسيحي العلماني الليبرالي الإنساني باعتبار يعامل العراقي المهاجر كإنسان ولا يعامله طيب كشيعي أو برأيك دكتور يعني برأيك دكتور نعم. يعني خليني أرجع التفصيلة الدكتور أحمد الشلبي، ربما هي بعيدة عن موضوعنا الآن بس تهمني يعني وأيضا تهم المشاهد، ليش الرجل الليبرالي الدكتور أحمد الشلبي يلجأ إلى البيت الشيعي بال95 ويرجع يكرره بال2006؟ بارك الله بك. السؤال كلمة واحدة، السلطة السلطة السلطة. الحاصل أن السعي للسلطة، الشلبي كان طامح للسلطة ويتخيل أنه ممكن يوصل للسلطة عن طريق البيت الشيعي. نعم نعم، كان السعي للسلطة يستخدم أي سلم للوصول للسلطة، إن يلبس مرة الرداء العباءة الإسلامية أو العباءة القومية أو العباءة الطائفية. هذا ليس أحمد الشلبي الله يرحمه فقط، معظم السياسيين اللي أعرفهم من العراقيين هكذا. أعطيك أحسن مثال المؤلم هو الانتخابات الأخيرة، لما حزب كان يدعي الماركسية ويدعي اليسارية يتخلى عن زملاء الليبراليين والعلمانيين وينحاز ليتحالف مع تكتل إسلامي. هذا لماذا؟ كي تقصد الحزب الشيوعي بتحالفه مع سيد نعم مقتدى؟ نعم. أي نعم، لكي يقولوا كي نصل للسلطة كي يحمينا. الغاية تبرر الوسيلة، بعض الأحيان هذه صحيحة. لنين نتعامل مع الألمان والمخابرات الألمانية لرعوته إلى روسيا؟ لكن حقق شيء. إحنا بالنسبة لنا الطموح شخصي شخصي، إن أنا أصير وما يفيدني كشخص يجب أن يفيد العراق. أما الحديث عن الوطنية وغيرها فهذا وصف خير من وصف الكلام. طيب. هو برتراند راسل لما قال ادعاء الوطنية هي آخر ملجأ للدجال. طيب سؤالي الآن، يعني عندما يدعو السيد مقتدى الصدر وهو اللي دائما عنده تغريدات حول أنه الوطنية، وانت مثل ما ذكرت أيضا تحالف مع الحزب الشيوعي ومع مدنيين ليبراليين، اشترك مع احتجاجات وتظاهرات كانت تدعو للإصلاح، شنو اللي يخلي السيد مقتدى الصدر وشنو اللي يخلي العبادي يوافق؟ أيضا سيد المالك الآن فتح الباب لكنه بعده متردد على ما يبدو، بقية الكتل الإسلامية الأحزاب الإسلامية هسه ما نفتح أوكي ممكن، بس شنو اللي يخلي العبادي السيد المالك الغريم للسيد مقتدى وأيضا السيد مقتدى أن يطرحون مثل هكذا دعوة الآن؟ نعم، هذا السؤال المطروح بذهن كل عراقي، خاصة من كان يثق بهذه الأحزاب ويدعي المظلومية. اللي حصل الآن، الشارع اللي هم يعتمدوا عليه الشارع الشيعي، لا بل حتى مرجعية السيد السيستاني هي ضد الأطراف الشيعية اللي ولائها لخارج العراق، ولائها إيراني. هذه الأطراف تريد أن تتسيد على المشهد العراقي بدعم من إيران، وإيران تعتبرهم السد لحماية إيران من الخارج. هؤلاء حصلوا على المال، حصلوا على الدعم، كل شيء. لما تراجعت نفوذ وسمعة هذا التيار بدأ يتشقق. المجلس الإسلامي الأعلى بقيادة المرحوم الحكيم تفسخ، وعنصر شاب متمثل بالحكيم خرج وشكل حزب آخر. السيد عمار عنده مشروع الخاص. السيد عمار لحد الآن ما داخل ب عنده مشروع الخاص، الكتلة العابرة للمكونات، ما يريد يتجاوزها. بس اللي حصل أنه أدرك فشل الخطاب الإسلامي التقليدي، هذا اللي أسميه نضج. 2، حزب الدعوة أصبح ذات أجنحة إلى درجة طار. الآن تقول له منو الدعوة؟ أطراف متعددة تقول دعوة، وحتى السيد العبادي لم يعد من الدعوة. السيد العبادي شعر، وأعطيك قادة من الدعوة أيام زمان، منهم
استاذ الفاضل غالب الشابندر من قادة يبكي يقول هذا مو حزب الدعوة اللي احنا كنا نريده، هذا 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 عورة سياسية وليس دعوة سياسية، هذا ما يقولوا من كانوا عورة بحزب عورة الدعوة. سمعت عورة سياسية يعني عيب سياسي وليس دعوة. نعم هذا من قادة اسمعها من قادة قادة سابقين بحزب الدعوة تخلوا عن قيم اللي انطلقوا بها لصالح قيم جديدة. طيب خليني أخذ لك أشياء من متبنيات هذه الدعوة، المذهب في خطر، الذات الإلهية تتعرض إلى الشتم والسب، المجتمع ينحو منح الفسوق بسبب شباب جموحين ما عندهم ضابط، خلاص إحنا خلينا نصحح المسار بترميم البيت الشيعي اللي هو إذا ترمم راح يجلب الاستقرار للبلد، راح ينعكس إيجابياً على السنة والكرد. هذا ملخص للدعوات اللي أصحاب دعوات البيت الشيعي. المقدمة صحيحة أن الوضع الشيعي في العراق كدار مهدم يهدم. السؤال قبل ما تفتش بالعلاج، منو مسؤول عن تهديمه؟ الشيعة اللي خارج الحكم لو الشيعة اللي اجوا باسم الشيعة بالحكم، فإذا الإصلاح يبدأ بمحاسبة من استمر بالحكم من 2003 إلى اليوم باسم الشيعة. هؤلاء لا تقول لي تغير البرلمان ببعض الوجوه 50 وجه 60، المفاتيح بيد من؟ بيد نفس الأشخاص من 2005 إلى اليوم شيعيا. إذا العيب في القيادات الشيعية ليس العيب في المواطن اللي وصلوه لحد أن يكفر، وإذا لعبوا وساهموا في ابتعاد الناس عن الدين وعن الطقوس وعن الاحترام يتحملها من أعطى القدوة السيئة متمثلة بهذه الأحزاب. والآن هذه الأحزاب مهما عملت سمعتها بالحضيض، ولكن ستقول لي ولكنهم يفوزون بالانتخابات. عزيزي مرة أخرى، الانتخابات مزيفة مزيفة، لا مستعدين يتخلوا عن الانتخابات وحتى لو اضطروا يزيفوها. والآن أقول لك معلومة واضحة، رئيس وزراء عراقي من كان محسوب على الدعوة هو اللي قال لي، والآن يقولها إحنا الانتخابات 2018 الدكتور العبادي انتخابات 18 كانت مزورة، والآن هم يقولوها يوميا. العبادي قال لك انتخابات 2018 مزور، وكان ردي يا أستاذ إذن لماذا ما وقفت ضدها وما غيرت جوابه؟ وحقيقة جوال براغماتي، أنا نصحت حتى من الأمم المتحدة بأن أقبل بالنتيجة لأن البديل سيكون حرب أهلية. لما سألت حرب أهلية بين من؟ قال لي بين شيعة وشيعة. هل أنت كنت تصور أن السيد الصدر أو جماعة المالكي أو جماعة فتح مستعدين أن يتخلوا عن النتيجة لأنها مزورة ويخسروا السلطة؟ عندنا نموذج في أمريكا، ترامب فشل في دولة ديمقراطية عمرها 250 سنة الآن مصمم أن يتمسك بالكرسي، فكيف الحال في أحزاب لا تعرف الديمقراطية في صفوفها؟ طيب ولا وجود تقاليد ديمقراطية في بلدنا. أنا هسه بديت أسمع دكتور، هسه بديت أسمع عن يعني بعد 2003 إلى 2020 17 سنة، وأنا يعني أعتبر نفسي اشتغلت الإعلام بشكل مبكر بداية العملية السياسية، ما كنت أسمع بحرب شيعية إلا بال 2020. بارك الله بيك. وتدري الآن الشيء الآخر، وهذا أقول لك اختلاف أمتي رحمة، الآن أنا زرت الموصل، زرت الأنبار، زرت صلاح الدين، أسألك هل تجد مواطن راضي على الوضع؟ خلاص يعني لعد المفروض تكون أنت مع هذه الدعوة لترميم البيت الشيعي، لأن أكو شبح، أكو حرب شيعية صحيح لو لا؟ البديل مو ترمم خرابة، البديل أن تستبدلها بتعمير البيت العراقي.
أنت إن وجد رقم عراقي قلبه وعواطفه تجاه ابن الموصل كما هي ابن البصرة عندئذ يستقيم الوضع. أما أن تقول أنا مصلاوي ما يهمني شي يصير هناك خل أدبر أمري، وابن الديوانية يقول أنا الديوانية ما يهمني بالآخرين، هذا خراب البيت. هذا سمعته من شيوخ من الفرات الأوسط، وأنا من الفرات الأوسط، يقول دكتور ترى إحنا عندنا التقليد القوي يأكل الضعيف. بمعنى آخر تقاليدنا العشائرية وهي تقاليد سيئة تقوم أن الغلبة للقوي وليس للحق. في تاريخ يدعو الشيعية من تخلى عن الإمام علي بن أبي طالب، من جاء من كانوا مناصرين له لما أغري بالمال وقتل وتخلل، من قتل من الخلفاء كلهم قتل. هنا يجب أن نعرف إلى الآن صيغة للعيش المشترك كعراقيين ما متبلورة. أما نعيش تحت نفوذ أجنبي كبريطانيا طيب وبعدين أمريكا، أو نعيش تحت دكتاتورية أو فوضى. بس تحدثت لي دكتور عن أنه مرجعية النجف اللي هي بالضد من الولاء لإيران، عندك معلومة في هذا الموضوع؟ كيف عرفت أنه مرجعية النجف بالضد من هذا الشيء؟ أولا أتكلم وأنا كان لي فرصة أن ألتقي وأخذ وفد معايا بزيارة السيد السيستاني، والتقيت بابنه وابن رجل متابع، وحتى السيد السيستاني كان يتابع ما يجري. والوفد اللي كان معي بي أكراد بي سنة بي نساء وحقيقة وبي كان رسالة من عندنا أن نري أن نحن نلتقي معك ليس من منطلق مذهبي وإنما من منطلق عراقي، اللي معانا كردي وسني وشيعي وعلماني والإبراهيم. هذا الكلام كان مع سيد محمد رضا؟ لا لا، وجود والده، يعني والده موجود وتكلم، هذه ب 2006 أو 5 أو يعني وجود سيد محمد رضا وجود السيد السيستاني. اي نعم نعم, نعم. الآن وأتكلم كرجل تاريخ و... لا ارجع لي على هذه الجلسة، شنو كان الرد؟ لا تنساني دكتور، تفضل. الرد كان في كل مجاملة، وإحنا نعم وإحنا الكل وبيها الكل، يعني كان أعطوا انطباع إيجابي وخرجوا كل الموجودين مرتاحين وسعيدين. أكثر من ذلك الآن من يعرف ما يسمى بالحوزة، الحوزة ليس بالفاتيكان تحديدا أي ينتخبوا زعيم واحد هو يجب أن يطاع، وإنما تتعدد المراجع. ولهالسبب بالفكر الشيعي هناك أكثر من 60 مدرسة شيعية وطائفة شيعية، منها الاثنى عشرية. الاثنى عشرية هي التي تمركزت بالعراق. تتخيل الاثنى عشرية تتخيل نعم. السيد السيستاني راح يكون بالضد من هذه الدعوة؟ السيد السيستاني لما يعرف طبيعة المرجعيات، المرجعية تؤمن ب يعني الكلام عن بعد وعدم التدخل المباشر زين، ولكن مرجعية السيد السيستاني كذلك ارتكبت خطأ كبير جدا بانتخابات 2005، بدل أن تبقى على مسافة واحدة من كل العراقيين انحازت إلى 5-5-5 الشيعية، والسياسيين الشيعة وقسمهم لا يزال استغلوا السيستاني، استغلوه كي يمشوا إرادتهم، وحصل أن قامت قائمة كبيرة شيعية اسمها آنذاك. وبالتالي الخطأ الآخر أطراف الشيعة السنية بدل ما أن يتصرفوا من بخطاب على الأقل عراقي أو على الأقل عربي، وقعوا بالفخ، تصرفوا كسنة، بالضبط ما كان يتمناه التشدد الشيعي. الشيعي يتشدد يقول إحنا أغلبية، أنتوا سنة أقلية، لازم ترضون دور ثانوي. هذا ما خدمهم. واللي تعرف ما الذي حصل ب 2005، أنا عملت على تشكيل قائمة سميناها الكتلة العراقية المستقلة، عناصر بها من الغربية، من الموصل، من بغداد، من الجنوب. اللي حصل ب 2005 اللي قالوا لي دكتور احنا لازم ننسحب،
يا عمي ليش تنسحب؟ مو الفيتناميين يقاتلون ويتفاوضون، واحدة ما لها علاقة بالثانية. النتيجة ماذا؟ انسحبنا. النتيجة ماذا؟ من كان بالقائمة قسم توفوا، صاروا وزراء، صاروا نواب، وصاروا أثرياء، وبالتالي غسان العطيه هو المعارض. هذا النفاق السياسي. لا، لأنهم أخذوا موقف مذهبي بالانتخابات، خلاص أخذوا أماكنهم في العملية السياسية ولعبوا على عواطف الناس. والآن أنا لما زرت الموصل وزرت الأنبار والآن وتليفون أكد لك مشاعر الأنباري أو الموصلي، كن على ثقة. أقاموا تمثال للقائد عسكري ساعدي، تمثال أقاموا له بالموصل، هو ساعدي من الجنوب. تدري منو شال التمثال؟ الحاكم الشيعي شاله، ما يريد أن يبرز وجه شيعي محترم يحبه السنة، يريد واحد طائفي بها. هذه الحالة العيب، أرجع وأقول بينك عراقيين، إحنا العراقيين ما مارسنا الديمقراطية بحياتنا. طيب، أحزابنا ليس ديمقراطية، والآن الثقافة اللي المواطن عادي يسمعها من تلفزيونات طائفية، من مقولات، من أرجع السؤال وأبحث عن إجابة واضحة. يعني حسب تخمينك وقراءتك، السيد السيستاني أكيد وصل لخبر أنه الجماعة يريدون يعودون البيت الشيعي والتحالف، شنو اللي ممكن تلجأ للمرجع؟ أنا لا أعرف، لأن أنا مو على اتصال بهم الآن، لكن أعطيك مثل قيل لي آنذاك ب 2006 أو 5 ما أذكر، قالوا أن من أنا بحضور السيد السيستاني قالوا سواق التاكسي اشتكوا ان البنزين غلى فلازم نزيد اجورنا، فافتونا بان يسمحوا لنا نزيد الاجور على اساس ملتزم شيعيا. فقالوا نعم زيدوا الاجور. هم يقولوا ولكن بعدين نزل البنزين هبط سعره، قلنا لهم نزلوا الاجور، قالوا ما ينزلون. الشغله تعجبهم يسووها، الشغلة اللي ما تعجبهم ما يسووها. لا طيب. تقول لي شيعي سني دين ما دين. طيب. هذا واقع الحال. لهالسبب لا أتوقع الآن اللي حصل، وكنتم أنتم على اطلاع، الحشد اللي يسموه حشد المرجعية لما بدأ يجتمع بعيدا عن الآخرين وبدأ يبلور شخصيته، يجب أن نفهم بالإشارات، لغة الإشارات أكثر دلالة من الكلام المنافق، الكلام الكاذب. الإشارات تقول هناك انفصام، الشيعة العراق، عرب العراق الشيعة مهما يكون، لا من جاء باسمهم أنصفهم ووفرهم عيشة كريمة ولا ويقول لي أسمع منهم يقول لي إحنا نحسد الأنبار على عمارها وشوف معاناتنا بالناصرية أو الديوانية. طيب دكتور، الآن اللي أقول لك يا نعم جيم، دكتور أنت متابع يعني القصة لها علاقة بتظاهرات تشرين واللي حصل، نعم، في ساحة الحبوبي واللي حاصل قبل من 2019 وأيضا بدت الكتل يعني تختلف مع بعضها، هذه الكتل الشيعية لربما شافوا أنه الانتخابات قريبة وإذا دخلوا بهذه الوضعية راح يخسرون كل شيء. الموضوع انتخابي، خاصة أنه السيد مقتدى أعلن قبل أيام أنه يسعى إلى رئاسة الوزراء، لربما الكتل الشيعية الآن تريد تجتمع حتى تحافظ على الأقل على منصب رئاسة الوزراء. توافق هذا الكلام أم لا دكتور؟ بالأمس كتبت شيء بالعنوان هذا، تحالف الأضداد لتقاسم الغنيمة، لأن عندهم عدو مشترك. الآن العداء بين الصدريين والمالكي عداء كبير، لكن اثنيناتهم يجدون أن من يواجههم هو التشرين والشباب والتحول الشيعي، ويريدوا أن يتعاونوا ضد هؤلاء. اثنين، بالمقابل، وهنا يجب أن يفهمها المشاهد العراقي، التغيير في العراق بيد الشيعة، بيد الجنوب والفرات الأوسط. إن الجنوب والفرات الأوسط
لم يبادروا بالتغيير، فالعراق محكوم عليه بالتلاشي بالانقسام، وهذا الشيء يحصل بكثير من الدول، يوغوسلافيا وغيرها وغيرها. الآن التحول عند الشارع الشيعي ليس تحول بالشرع، وإنما تحول حتى بالزعامات الشيعية. واللي يحصل الآن على القوى المدنية اللي أنا أو غيري نتكلم باسمها، القوى العلمانية وغيرها، والقوى العروبية، هذه يجب أن تدعم العناصر الشيعية المعتدلة، متمثلة بالعبادي، متمثلة بالكاظمي، متمثلا بعدنان الزرفي، بهالعناوين أن تدعم، هي أقدر على الوقوف بوجه التطرف. ما دام وصل عندنا الأستاذ فلاح الخفاج النائب عن ائتلاف النصر، وذكرت لي السيد العبادي، حياك الله أستاذ فلاح، يعني يلا معذور على التأخير، استمتعنا بذكريات دكتور غسان أيضا بآرائه في، وأيضا أخذنا من عندك كم معلومة عن السيد أحمد الشلبي الله يرحمه. أستاذ فلاح الخفاجي، شنو هذه الدعوة المفاجئة اللي صدرت من السيد العبادي وترحيبه بدعوة السيد مقتدى الصدر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية لضيوفك الكرام وتحية لكل المشاهدين. بالتأكيد السيد العبادي اليوم من منطلق الوطنية، من منطلق الإحساس بالمسؤولية، من منطلق الشعور تجاه الشعب العراقي وتجاه لملمة الوضع السياسي في عموم العراق، أعتقد هذا جاء هو الترحيب، وكلنا رحبنا بهذا الموضوع. وأنا أعتقد اليوم العراق يواجه مشاكل جمة، ومنها المشاكل الاقتصادية والمشاكل السياسية، فبالتالي لابد أن توحد كل الرؤى، الرؤى السياسية مر الرؤى الاقتصادية، للخروج من هذه الأزمة. إذا خرجنا من هذه الأزمة، وأنا أعتقد اليوم إحنا قادمين على صناديق ائتلاف النصر، صناديق الانتخابات، ترميم البيت الشيعي، لو تريدون ميثاق شرف وطني، شنو اللي تريدون بالضبط؟ أخي، البيت الشيعي يعني العراق، العراق هو ليس الشيعة وليس الأكراد وليس السنة ولا كل الطوائف، العراق هو معروف بكل مكوناته بما فيها. لو اليوم عدنا من المكون شخص واحد يعيش على أرض العراق، فبالتالي لابد أن يحترم ويعامل مثل بقية المكونات. طيب، فبالتالي أنا أعتقد دعوة سماحة السيد مقتدى الصدر أنا أشوف محلها وبتوقيتها بتوقيت جيد، فبالتالي لابد أن تأخذ على محمل الجد وعلى محمل الحسن. هذا رأي تحالف النصر؟ هناك من قال، بس من قال، هناك من قال إنه هذه اصطفافات. بس دقيقة، خلينا أكمل من فضلك. لا، وضح لي إياها، وضح لي إياها وكمل، يعني الوقت لك، بس وضح لي إياها. من باب تقول إنه السيد العبادي بيانه ممتاز جدا، من باب تقول لا دعوة السيد مقتدى الصدر مهمة وممكن تنقذ البلد، دعوة السيد العبادي ميثاق شرف وطني، دعوة السيد مقتدى ميثاق عقائدي شيعي. أنا أعتقد، شوف، إن ذن النظريتين من الممكن إنه توصل بين هاي النظرية وبين هاي النظرية وتأخذ الوسطية مال هذه النظرية وهذه النظرية، ماكو شيء مستحيل أخي الكريم، سواء ميثاق شرف أو ميثاق عقائدي. أنا أتمنى إنه لنرجع إحنا للعقائد، نريد نرجع للمربع الأول وللطائف ولهذا الموضوع. أبدا، إحنا هذا الموضوع غادرناه، ويجب علينا جميعا مغادرة كل الأمور الطائفية ونتجه لبناء البلد. أنت أخوي وأنا أخوك، وهذا ابني وهذا ابنك، فبالتالي اللي إلك إلك واللي عليك عليك. طيب، وكلنا نتحمل المسؤولية. اليوم أكو مظاهرات عندنا بالإقليم، البارحة بالمحافظات الجنوبية، اليوم المظاهرات بالإقليم، فبالتالي أنا أتمنى مثل ما صار انتباه للمظاهرات بالجنوب يصير انتباه للمظاهرات بالإقليم، فبالتالي بالإقليم أخواننا والحكومة. أستاذ، بالإقليم تحدثنا عنها البارحة، سوينا حلقة البارحة تحدثنا عن تظاهرات الإقليم، وباشر أيضا نتحدث عن تظاهرات الإقليم، بس أنت تحدث لي بنقطة، لو تم دعوة تحالف النصر، ائتلاف النصر
إلى اجتماع لترميم البيت الشيعي عقائديا، راح تروحون؟ أنا أعتقد هذا الموضوع هو متروك للسيد رئيس الائتلاف، وهو بوصفة رئيس ائتلاف النصر الدكتور حيدر العبادي، هو يمكن يقدر المصلحة أكثر منه ومنكم ومن كل الموجودين، وحضرتك. وهو حريص على هذه المواضيع، واليوم أثبت للوضيع وللعالم كله، وحتى الناس اللي ما قبلوا العبادي يرجع دورة ثانية، شوفوا اليوم هم متندمين على عدم تولي السيد العبادي خط وطني. ما مرينا بهذا الوضع، يعني الرجل أخذ خط وطني وبياناته وطنية. أقول لك أخويا، لعدهم العقائدين خط وطني؟ لا، أنا حقيقة هذا تشكيك، وهذا التشكيك مو محلة أبدا، مو محلة. يعني العبادي خط وطني والناس العقائدين خط وطني؟ أنا أعتقد الكل هو ينشد الوطنية. من مرة أنا عندي إلها مفهوم. أستاذ فلاح، شنو دخل العقيدة؟ فبالتالي لابد وأن شنو دخل العقيدة بالسياسة بالدولة؟ أنتم رجال دولة، عقيدتك لك يا أخي. أخي العقيدة والسياسة أنا أعتقد واحدة مكملة للثاني. هاي أنا في نظرتي هسه، جزء أنا نظرتي قاصرة، يعني مو فهد نظرة. ليش النبي محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام ما كان سياسي النبي محمد؟ والله ما رفعت بهيك حس، أنا ما أعرف. أدى الرسالة وكان لا، يعني ما أريد أروح لهيك منطقة أستاذ فلاح، بس خليك وياي بهاي المنطقة اللي دحش بها الآن. يعني أوكي، سيد مقتدى عنده عقيدته وعنده مذهبه، والسيد السيد العبادي أنا متأكد رجل من الدعاة. هذه مو عملية تشبيه بالمناسبة، هذه مو عملية تشبيه مطلقا أبدا. قصدي أنا معلومات كبير، أريد أبتعد عن هاي المنطقة شوية، حساسة وبيها مشاكل، وأنا ما ألزم، بس أقول يعني أوكي، أكو عقائد، أكو مذهب، بس أكو دولة، أكو دولة وسياسة، هاي ما لها دخل. يعني سيد مقتدى وسيد العبادي وسيد المالك يريدون يعني عندهم خشية يعني على مذهبهم، يعني مثلاً يروحون يشتغلون. يعني تريد تقول لي المذهب ضد الدولة أو الدولة ضد المذهب؟ أستاذ لا تخوفني بهاي الطريقة، يعني جاي ترعبني يعني. لا 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 والله ما أقول لك، أنا ما أقول لك والله بس لا طريقتك تخوف. يجوز نظرتي قاصرة لأنه أفهم الأمور. لا مو قاصرة، بس لا تخوف ليش؟ لا أنا مو قصدي أنه المذهب ضد الدولة، مو هالشكل القصة، بس قصدي العقيدة ما لها علاقة بشؤون الدولة. السيد العبادي والسيد مقتدى رجال دولة اليوم، هذا قصدي يعني. والله شوف، كل عقيدة عقيدة هي أساسا حب الوطن. طيب. العقيدة ينبع من عندها، أول نبع هو حب الوطن والتراب اللي أنت عايش عليه. زي. لأنه ما تصير عندك عقيدة لولا الوطن. يعني 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 من خلال كلامك انه النصر خلاص موافق على ترميم البيت الشيعي، دولة القانون ربما انه يجون، بس ممكن تغيير حتى تيار الحكمة لحد الان هو معترض، وربما يلتحق لاحقا العصائب كتائب حزب الله. دكتور غسان، الكلام لك بايجاز حتى ارجع لاستاذ فلاح، لان اعطيتك وقت اكثر، تفضل. لا، اللي عندي شلون قلت اللي كل ما عندي ذكرته، والأستاذ فلاح إلى وجهة نظر وأحترمها، بس تاريخيا اليارب أحسن أروع ما بي أحسن ما بي القرآن وبالرسول، إن القرآن لا يتكلم عن نظام الحكم نهائيا، لم يتكلم عن نظام الحكم، ولكن وهذا يؤكده، وقال لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى، وكل هالكلمات الآيات المكية الطيبة. لكن يا عزيزي، الكلام شيء والممارسة شيء. أستاذ غسان، خلينا نبتعد عن الأحاديث التاريخية، يعني يعني احنا عندنا مشكلة اليوم. تفضل. أتفق معك. نعم عزيزي. نعم السؤال، أنا ألتقي معك بأرض واحدة اسمها عراق، شلون نزرعها وشلون نعيش بها بأمان ورغد؟ أما شلون تروح للجنة، هاي وهو هذا الصحيح، وهو المطلوب هذا.
أي الآن تخص أنت. فلهالسبب الانقسام بيناتنا يا أستاذ فلاح هو بين تيار إصلاح تيار فاسد، بين تيار دكتاتور وبين دكتاتور نظام ديمقراطي، بين اشتراكي بين رأسمالي. مو اختلاف بين كردي وشيعي وسني، هذا تخلف، كلمة عنوان تخلف. لا تملك القدرة كيف نعيش مع بعضنا البعض. وضعنا دستور لا يصلح للعراق، 17 سنة فشل. اللي بيحبون يا أستاذ فلاح وتعرفهم وقعد بجلساتك الخاصة كلهم يقولوا لك الفساد، وقلنا منو الفساد؟ هو المواطن العادي الفاسد؟ لو هم المسؤولين فسدوا الآخرين. المطلوب، وأنا واثق من طيبتك وإخلاصك، لكن عزيزي الطريق إلى جهنم ممهد بالنوايا الحسنة. طيب. وشكرا جزيلا لك أستاذ فلاح. هذه تغريدة للسيد عزة الشابندر، يقول ترميم البيت الشيعي لم ولن يطعم ابن السماوة أو يلبس ابن الناصرية أو ينصف ابن البصرة أو يصلح بيوت أهلها المتهرئة. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. يعني أنت زين توقعكم أنه ممكن مستقبلا الشارع الشيعي، خلينا نتحدث بهذه الطريقة، ممكن مثلا يلجأ وينتخب أو يؤمن بتحالف شيعة أو تحالف وطني جديد أو ائتلاف شمعة أو غير ذلك؟ أستاذ فلاح تفضل. أنا أتمنى الانتخابات موضوع بها حرية للمواطن، والمواطن اليوم مخير يريد ينتخب الأحزاب الإسلامية العلمانية المستقلين، هذه أكو حرية. وماكو اليوم أعتقد حتى لا سامح الله يريد يصير مفهوم قوة، أكو أمم متحدة اليوم جاي تراقب الوضع، ومن الممكن أنه تطعن بالانتخابات وما راح تقبلها. هذه موضوع التغيير. أما موضوع اليوم الجنوب اليوم حال المحافظات الشمالية، واليوم يجوز المحافظات الشمالية صلاح الدين ولا الأنبار ولا نينوى أفضل حالها من حال المحافظات الوسط والجنوب، لأنه للأمانة اللي الآن جاي يمر بالوضع هناك وضع مأساوي، ماكو أي تطور بمحافظاتنا ذيك، أي وهي إن شاء الله كلها محافظاتنا بما فيها محافظات الإقليم هم محافظاتنا، بالنتيجة هي محافظات العراق. طيب. فبالتالي أنا أعتقد الانتخابات القادمة من الممكن أنه هي تكون عملية تغيير. وأنا أرجع للكلام أستاذ غسان، قال أكو فرق بين الديمقراطية والديكتاتورية. أنا أقول لك إحنا إذا تريد تبني العراق لا تقل لي انتخابات وما انتخابات، لا. أرجع لي نظام رئاسي ورئيس جمهورية وهو اللي يدير البلد، ما يخالف كل 4 سنوات كل 3 سنوات أسوي له انتخابات. هاي قصة أخرى أستاذ فلاح. بالتالي أنا راح أخذ منها. هاي قصة أخرى أستاذ فلاح. أنا أريد أبحث اليوم قصة البيت الشيعي وأهميته، وشنو توقعكم مستقبلا الشارع العراقي ممكن يؤمن بهذا البيت، ممكن يحترم أو ينتخب يعني تحالف يعني تحالف شيعي. يعني أنا أعتقد شوف الإصرار على هيك برامج وعلى هيك تأكيد بالذات هو من يقوي الطائفية ومن يكرس للطائفية. فبالتالي إذا نريد أنا شنو علاقتي هسه أنا داعي إلى بيت شيعي؟ لا أنا قايل بيت شيعي. شوف 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 أنت شوف إيش قد أتأكد يا أخي، دعوة صارت ودعوة مقبولة ونقبلها على العين والرأس. يعني ليش تظلون تلحون بالمواضيع أكثر من المقرر إلها؟ أستاذ فلاح الله يخليك يا واش عليه شوي شوي، هسه اتهمتنا بالطائفية. طيب اللي يدعو إلى بيت شيعي وترميم بيت شيعي شو تسميه؟ أنا جاي أبحث قصة، أبحث قصة مع احترامي لكل هذه التسميات أستاذ فلاح، مع احترامي لكل هذه التسميات. أنت فهمت الفكرة من عنده؟ أنت افتهمت الفكرة من عنده؟ المفروض توجه له إلى هذا السؤال، تقول له يا بالغرض
من هذه الدعوة شنو هي الغرض منها؟ راح يقول لك أنا أريد أوحد البلد وأريد أبني البلد وأريد أمشي بالبلد، ما راح يقول لك أريد والله أرجع الطائفية لو أريد أرجع الاصطفافات سنة وشيعة وكرد. طيب. ما أعتقد هذا الموضوع أستاذ فلاح، بس أنا استضافيت نواب من سائرون. شوف أنت المفروض ما تأخذ الكلام من عندي ولا من كل واحد، المفروض تأخذه من صاحب الدعوة. لا أنا أخذ من عندك الكلام اللي يخص ائتلاف النصر أستاذ فلاح. لابد وأن ما لديه الأسباب والمسببات لهذه الدعوة، وأنا أعتقد أنا ما أريد أدافع لك عن الدعوة. الدعوة الرجال هو ولديه كتلة كبيرة ولديه إعلاميين ومن الممكن ما يدافعون، بس أنا أقول إنه لابد وإنما أكو فتشي لهذه الدعوة. طيب. ما أجت من الخيال. طيب أنا ما رح أسألك أسئلة ولا سألتك أسئلة عن أساس الدعوة، أنا سألتك عن ائتلاف النصر. أنتوا صدرتوا بيان باعتبارك عضو في ائتلاف النصر، نائب عن ائتلاف النصر، صدرتوا بيان وأنت الآن تدافع عن الدعوة، لذلك أقول لك أنت ليش تدافع عنها؟ بعدين أنت وين عندك إيمان أنه الشارع العراقي عنده رغبة بهذه الدعوة؟ هذا سؤالي. تفضل أخي أنا اللي أتمناه أنا ما أدافع. طيب. أنا أدافع عن شيء وطني، إحنا رفعنا شعار الوطنية، ودائما هسه اللي ماخوذ علينا إحنا النصر اللي يابا إحنا كتلة عابرة للطائفية، كتلة يعني ممتزجة بين كل هذه الكتل. فبالتالي أنا مو دفاع، بس أنا أقول لك أنا هذه وجهة نظر اليوم أنا شخصيا. بالمناسبة أنا ما أتكلم لك باسم النصر، أنا أتكلم لك بوجهة نظري أنا اليوم، بس لعله ما تكون وجهة نظري قاصرة يعني مو لا حاشاك أستاذ، بالعكس أنت نائب في مجلس النواب ومقدر ومحترم ومستضيفينك وعلى عيننا وراسنا، حتى لو كنت أنت تعبر عن وجهة نظرك فهي محل احترام وتقدير، بس قصدي أنت لحد الآن عضو في مجلس النواب عن ائتلاف النصر، عندنا كونفيوزد يعني صار السيد العبادي يقول أريد ميثاق شرف وطني ويدعو إلى ميثاق شرف وطني، السيد مقتدى الصدر يقول أريد ترميم البيت الشيعي العقائديا، يعني أكو تضارب بين الدعوتين. شوف 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 ما أبدا مو تضارب ولا الفرق بينات شتان ما بين الاثنين، من الممكن إنه تجمعهن وتتلخص من عندهن فكرة واحدة، فكرة وطنية وتنتج عن هذه الدعوة وعن هذه الدعوة. طيب. احنا ليش نقول شتان ما بين الاثنين؟ ماكو فرق، الرجال يريد ميثاق شرف والرجال عنده دعوة. طيب. لملمة البيت الشيعي. طيب. يعني مو لملمة، أنا شوف هي المشكلة أكو بعض المفاهيم اللي ما أقول يعني أكو بيها فد وهم. هذه المفاهيم أنا اليوم من أريد أرجع، والله العظيم اليوم أنا من تتكلم لي بالطائفية من يتكلم بالطائفية أمقت أنا شخصيا أمقته. جميل. فإحنا هذا الموضوع تجاوزناه وعبرناه وصلنا إلى مراحل متقدمة للتفاهمات ولا هذا. طيب خلينا أسأل دكتور غسان، يعني أنت ليش بما أنه أستاذ فلاح أنت تتحدث بهذه الطريقة، أنه الظاهر أنه ائتلاف النصر لديه وجهة نظر مختلفة عن السيد مقتدى الصدر، بيان السيد العبادي يقول ميثاق شرف وطني وأيضا احتراما وتقديرا لتضحيات وشباب تشرين، الظاهر أكو تعارض بين الدعوتين. دكتور غسان تفضل باختصار أرجوك، ما باقي يعني وقت عندي. النقطة الأولى بمعرفتي بالأستاذ حيدر العبادي لا أعتقد يوافق أن يشتغل تحت عنوان البيت الشيعي، هو لم يوافق على هذا الشيء بالتسعينيات ولم ينضم إلى المصطلح البيت الشيعي في التسعينات. والشيء الآخر، حزب الدعوة التقليدي وليس حزب الدعوة اليوم، حزب الدعوة التقليدي كانت إلا علاقة قوية مع الأخوان المسلمين، واليوم يمكن ما يعرف يعني العبادي بالتسعينات كان رافض فكرة الشلبي الله يرحمه بالبيت الشيعي. أي نعم. الشيء الآخر، العلاقات الآن محاولة الإخوان المسلمين
عودتهم وتعاونوا ويا عن، والآن الضغط إلى أن يعيدوا ما يسمى بالبيت الشيعي الجديد ويعيدوا مع العناصر الأخوانية اللي مرتبطة بتركيا ومتأثر عليهم ومع إيران أن يعيدوا الاصطفاف. هذا سميته تحالف الأضداد. حتى طارق الهاشمي مطروح الآن كيف يعود إلى العراق كما عاد سابقا السيد خنجر وغيره وغيره. الآن إذا حصل هذا فسيكون هناك شأن العراقي مو بيد العراقيين وإنما مع الأسف بيد دول مجاورة لسبب بسيط ذكرته، لأن نحن العراقيين انقسمنا نستعين بالأجنبي على بعضنا البعض الآخر، من يستعين بإيران، من يستعين بالسعودية، من يستعين بأمريكا، ضد بعضنا البعض الآخر. من هذا المنطلق الأستاذ فلاح أنا واثق رجل كل طيبة ومحبة وإخلاص وما أعتقد وقال لك هاي رأيي الشخصي لا تحملني أكثر مما أحمل. طيب. الآن المطروح كيف يتعاون من عند القدرة أن يمد الجسور والعيش المشترك مع كل العراقيين بغض النظر عن الدين واللون والجنس ويرفض الفساد. طيب. هذه هي الدعوة المطلوبة. طيب دكتور السيد سؤال أخير دكتور صح. سؤال أخير وسريع أرجوك، تتخيل إيران إلها يد في هذا الموضوع خلف هذه الدعوة؟ تحدثت عن الدول الأجنبية يا سيدي قاني رايح جاي البغداد ويجتمع السفير الإيراني يقول إحنا ما نتدخل بس هم يجون يستشيرونه. يا أخي مهزلة وضعنا العراقي، هؤلاء ولدوا في رحم إيران، وكما حصل بالتيارات القومية العربية اللي ولدت برحم دول أخرى صاروا تابعين لتلك الدول إذا مصر أو سوريا أو غيرها. شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور غسان العطية الكاتب والمحلل السياسي، وشكري والتقدير الأستاذ فلاح الخفاجي النائب عن ائتلاف النصر، شكرا لحضورك رغم تأخرت بس اتحملنا بأسئلتنا شوية أستاذ فلاح، وأيضا ما أعرف شنو ظروف أستاذ بهاء الدين نوري الرجل ملتزم وصديق نلتمس للعذر. شكرا لضيوفي الكرام، شكرا لمشاهدينا، نلتقي يوم غد.